Welcome back to Enlighten Us Arabic. You are joining us for lesson 46, and today we are looking at verb form 1, fa'ala, yaf'ulu. Let's start with our first example. Talaba, yatlubu, utlub, tuliba, yutlabu. And our isms, talibun, matlubun, talabun. Now, of course, our focus is verbs only, so let's expand on those. So let's start with the past tense, فعل الماضي. هو طلب, هما طلبا, هم طلبوا. هي طلبت, هما طلبتا, هن طلبنا, أنت طلبت, أنتما طلبتما, أنتم طلبتم, أنت طلبتي, أنتما طلبتما, أنتن طلبتن, أنا طلبت, نحن طلبنا, نحن طلبنا. And let's move on to the present. And we are looking at الفعل المضارع. هو يطلب, هما يطلبان, هم يطلبون. هي تطلب, هما تطلبان, هن يطلبن. أنت تطلب, أنتما تطلبان, أنتم تطلبون, أنت تطلبين, أنتما تطلبان, أنتن تطلب. تطلبنا, أنا أطلب, نحن نطلب, نحن نطلب. Now let's move on to فعل الأمر, the command. أنت أطلب, أنتما أطلبا, أنتم أطلبوا, أنت أطلبي, أنتما أطلبا, أنتن أطلبنا. Now let's move on to the passives. And let's start with الفعل المبني للمجهول الماضي, the past tense. هو طلب, هما طلبا, هم طلبوا, هي طلبت, هما طلبتا, هن طلبنا, أنت طلبت, أنتما طلبتما, أنتم طلبتم, أنت طلبتي, أنتما طلبتما, أنتن طلبتن, أنا طلبت, نحن طلبنا, نحن طلبنا. Let's move on to the present tense. And we're sticking with the passives. We're still sticking with الفعل المبني للمجهول, and we're looking at المضارع, so the present tense. هو يطلب, هما يطلبان, هم يطلبون. هي تطلب, هما تطلبان, هن يطلبن. أنت تطلب, أنتما تطلبان, أنتم تطلبون, أنت تطلبين, أنتما تطلبان, أنتن تطلبن, أنا أطلب, نحن نطلب, نحن نطلب. Now let's move on. Now let's have a look at the second example. We have نصر ينصر, أنصر نصر ينصر. And our أسماء ناصر منصور. And for our master, nasrun, nusratun. And of course, again, our focus is the verb, so let's expand on those. So let's start with the past tense, al-fi'l al-madi. Huwa nasara, huma nasara, hum nasaru. Hiya nasarat, huma nasarata, hunna nasarna, anta nasarta, antuma nasartuma, antum nasartum. أنت نصرتي, أنتما نصرتما, أنتن نصرتن, أنا نصرت, نحن نصرنا, نحن نصرنا. Now let's have a look at the present tense. So this is our فعل المضارع. هو ينصر, هما ينصران, هم ينصرون. هي تنصر, هما تنصران, هن ينصرن. أنت تنصر, أنتما تنصران, أنتم تنصرون, أنت تنصرين, أنتما تنصران, أنتم تنصرنا. أنا أنصر, نحن ننصر, نحن ننصر. Let's have a look at the command. This is فعل الأمر. أنت أنصر, أنتما
أنصرا، أنتم أنصروا، أنت أنصري، أنتما أنصرا، أنتن أنصرنا. And let's move on to the passives. So we're looking at الفعل المبني للمجهول and let's start off with الماضي, the past tense. هو نصيرا، هما نصيرا، هم نصيروا، هي نصيرات، هما نصيرتا، هن نصرنا، أنت نصرت، أنتما نصرتما، أنتم نصرتم، أنت نصرتي، أنتما نصرتما، أنتن نصرتن، أنا نصرت، نحن نصرنا، نحن نصرنا. Now let's move on to the present tense. So we're still sticking with the passives. So الفعل المبني للمجهول, and now we're looking at المضارع. هو ينصر، هما ينصران، هم ينصرون، هي تنصر، هما تنصران، هن ينصرن، أنت تنصر، أنتما تنصران، أنتم تنصرون، أنت تنصرين، أنتما تنصران، أنتن تنصرن، أنا أنصر، نحن ننصر، نحن ننصر. Well done for making it this far. We have reached the end of the lesson. As always, don't forget to like, comment, subscribe, and hit that notification bell. See you in the next one, inshallah.